مساء الخير. بعد مقابلة امبارح يلي الكل تبعها، الكل حلل، الكل سأل والكل استغرب، خاصة على السوشيال ميديا كنا عم نقرا تعليقات كل الناس. رح نبلش دغري الليلة حلقتنا بتحليل شغلة انه لازم تكون بنساء الموضوع اللي عم نحكي فيه، هو عم يفوتهم هلا حتى بالاسئلة يلي مش الجواب تبعها هو هيك عم يمرق هيدي الإجابة، هيدا قصدي بالضبط. هيدا على شو بدل؟ هون عم يجرب يعمل بريدجينج، بس حتى بالبريدجينج يعني بطريقة انه جسر، هو لازم كان مثلا يقول لها معك حق بهالشغلة، يعني يرد عليها على شو عم تسأله أو يقول لها يعطيها مثل جواب، ومن هونيك بعدين يوصل المسج اللي بده إياه. نعم. هون أنا بفسره إنه شخص بده هو شغلته إنه يوصل هالمسجز يلي هن ثلاث المسجز هدول، في ثلاث رسائل براسه محضرة قبل الحلقة بده يوصل 100%. طيب. هلا لاحظنا كمان لما بيطلع لما قبل ما يقول نائب النفس دائما بتشوفه عم يطلع على السكريبت، عم بيطلع لتحت ما عم يطلع لفوق منه يعني، ولا حتى يعني لتحت على شغل، عم يطلع بس بالورقة. نعم. كل أنا لاحظت كل ما يقول نائب النفس عم يطلع هون، فينا نشوف؟ يا ريت. واجبي أن يكون صريح مع الناس وواجبي أن يكون صادق مع الناس للبنان. أكيد. اللي كان في حب للبنان. بقول لك من أول ما عملت رئيس وزارة لحديت اليوم ما دخلت السعودية معي، فلذلك أنا بقول لك بولا أنه إيه نعم أنا قدمت استقالتي لحتى يكون في صحوة، وأنا بشكر كل واحد ووحدة منهم. هيدا يلي كنت عم تقصدي سونيا مزبوط. بس كمان في نائب النفس قالها شي كم مرة وعم يطلع على السكريبت، عم يطلع على السكريبت، هون بفرجي انه مش هو اللي عم يحكي، السكريبت عم يحكي. هو كتب سكريبت، حدا تاني كتب له سكريبت، ما بنعرف. نعم. نحن بنعرف انه في سكريبت قدامه. هلا بنلاحظ كمان انه هو لما بيحكي عن حاله او بيحكي عن طريقته، هو يعني عم يفكر بطريقه هو بيفكر فيها، بتلاقيه اكثر مرتاح. لما بيرجع السكريبت هون عم نستعمل بدي احكي عن الايدين لانه كثير مهمين بلغه الجسد، وخاصه لما تكون عم تخاطب. حركات الايدين وتعبير الوجه هن اهم شيء لازم تطلع عليه. مش عاده لما نحضر سياسيين او الزعماء هيك لما تكون حركه الايدين هيك مش بيكون اكثر مرتاح مع حاله هيك انا ما بعرف، بس برافو حاجه عليه هيدي ستيبل. بس هو كان كل اكثريه الوقت كيف كانوا ايديه؟ هلا بقول لك كيف. اول شيء كان في ايدين لتحت، كان في ايدين بهالطريقه، هون بتفرجي انه انا عندي كل المعلومات اللي عم بعطيها هي موجوده وانا ما عم خبي شيء، هاي انه عم بكون اونست بس في شيء عم خبي. نعم. هلا الشغله اللي كثير انا طلعت فيها وخلتني افكر ولاحظتها انه عم يستعمل الايد الشمال، اوكي، لما يكون عم يحكي اشياء مفروض يحكيها ويمكن مش هو عم بكتير مقتنع فيها، وايد اليمين هو لما يكون مرتاح اكثر. هون بنرجع على راس على البودي لانجويج. البودي لانجويج بتطلع من الافكار ومن الاحاسيس اللي يعني احنا عم نحسها. صحيح. او الافكار اللي عم نفكر فيها تعكس التصرف الخارجي 100%، وهي الكريديبل، هي اللي عندها مصداقيه. هلا لما بيكون عم يستعمل ايد اليمين وهو بيكتب بايد اليمين، رايت مش بيكتب بايد اليمين بلا. اوكي، سو هو مرتاح عم بتصير مثل ناتشورال، اوكي، عم يستعمل هاي الايد. لما يستعمل هاي اكثر مصطنعه اكثر. نعم. عم بيجرب، يو نو اتس نوت افري داي عم بيعمل. نعم. عم يستعمل ايده. طيب الوجه كان كتير معبر، يعني هلا رح نشوف يعني. انا وياكي بدون صوت يعني فيك تعلقي على الصور. رح نشوف الوجه عاده وهذا الوجه عاده، وهذا الوجه اللي على اليمين هو وجه اللقاء امبارح. هل يعني هل هيدا الفرق يعني هيدا شغلي واحد بحس فيها دغري المشاهد؟ شو لمستي من خلال وجهه؟ عم نحكي جنرال يعني عامة الوجه. أوكي، أول شيء طلعت هو اللون وجهه، يعني شكله مثل واحد صار له مش طالع لأربع خمس أيام من البيت، لأنه يعني الشمس ما دقرة وجهه، أوكي؟ بالسعودية في شمس قوية، سو حتى لو طلع شوي بالجاردن مش شوي، كانت شوي وجهه ما هالقد أبيض، أوكي؟ بزيت الوقت عيون ولاحظتهم شاحبين كتير. ممكن يكون التعب. تعب، 100% تعب، أكيد، بس كمان بزيت الوقت ليه هالقد الدقن تبعه؟ ليه هيك يعني ما بعرف، مش متعودين هو انه عنده هالدقن بس مش هالقد، اوكي؟ ولونه يعني لونه اول شيء اول ما طلعت هيك نقزت انا. نعم. طيب لاحظنا بكل المقابله، ما بعرف اقل هو انا لاحظت وفي كثير بيوافقوني الراي، على طول بحكيه في حزن وفي زعل، هو يمكن بكي مره او بكي للحظه، ولكن على طول بتلاحظي بعيونه وبالتوناليتي تبعه بالتامبر تبع صوته في على طول هذا الزعل والحزن. هيدا شو بدل؟ كثير مهم اللي قلته انه التون اوف فويس يعني نبره صوته، نبره صوته كثير مهمه. ايه يا. لازم نحط لبنان بعيوننا،
أنا أمرار بروح على دول بشوفهم أنه بيغاروا على لبنان أكثر من اللبنانيين. ليش؟ ليش نحن اللبنانيين بدنا نعذب حالنا؟ ليش؟ رح أتوقف مع فاصل دكتور الرئيس لأنه شكرا. يعني بدي أعطيك مجال كمان أنك ترتاح شوي. أوكي. موقف مؤثر جدا تير. ووقت اللي بيقوله على طول يمكن بيتأثر، ولكن إذا لاحظتي في تأثر ولا مرة شفناه بولا مقابلة في هيدي الأحية اللي عملها، وهي ما بعرف على شو كمان بتدل. هيدي بتدل إنه هو متوتر، ما عم بيطلع صوته، الأكسجين ما عم يطلع حتى يقدر يعبر حاله. يعني هون كمان نتذكر إنه البودي لانجويج هي مش بس الإيدين والوجه، هي كمان نبرة الصوت اللي هي 38% من الرسالة اللي عم تجرب توصلها. هون كتير حلو اللي قلته، لأنه نبرة الصوت لاحظتها هيك كل الوقت مونوتون واطي. هون يعني مونوتون وواطي 100%. بس هلأ في مرات كمان طلعت شوي لما حسيت أنا إنه أوكي هون عنده مستقية، هون عم بيقول شغلي عن جد عم بيأمن فيها. وبقيت ما بقى كان يمكن مرتبك متوتر. طيب موضوع حكك أنا عم بنقول على السوشيال ميديا غير الأسئلة اللي احنا حطيناهم تحليلاتك، في بعض الأمور على السوشيال ميديا الناس سألتها ولازم أسألك إياهم. موضوع ضفير الإيدين يعني قررنا كتير من المقابلات، ولا عم رح يشوفوا المشاهدين كمان الفيديو، في فرق واضح إنه متروكين طوال. هلا شوي هيد يمكن السؤال شوي سطحي، بس انه يمكن الناس بدهم يعرفوا ليش هلا. اوكي ايه، بس الشيخ سعد الحريري على طول باطلالاته ومن السياسيين كثير بيهتموا بلبسهم، كثير بيهتموا باللوك تبعهم، ولا مره يمكن ترك حاله هيك. هل هذا بيعني انه كثير مشغول، ولا بيعني انه هيدي شغله ثانويه منه فضيله، ولا كيف؟ could be anything. يعني يمكن 100,000 سبب. سبب واحد يمكن مش عم يفكر بهالطريقه، عم يفكر اكثر بال ما في بدي اقول مصيبه، بس الاشياء اللي عم بتصير حواليه اللي اهم اكثر. اوكي، واحده منهم يمكن ما في حدا يجي يعمل المانيكير، ما بعرف، انه على البيت يمكن ما في حدا يجي على البيت، ما بعرف، يمكن هو في قصهم بس يمكن حواليه في ناس. انا بحس اكثر يعني بس سؤال يطرح يعني أكيد مثل كل الاسئله. يعني مثلا حكى عن الابل ووتش، حكى عن البن، ولا لقاء بيطلع فيه يا بيحط البن تبع تيار المستقبل، يا بيحط البن تبع الشهيد رفيق الحريري، او صوره الشهيد او صوره الشهيد رفيق. إيه لكن مزبوط. في صوره ولا كان في بن، والابل ووتش ما كانت موجوده، سالته بولا ولا موجوده. ولاحظته لما سالته حطوا الكاميرا على بولا، يعني ما شفنا هو كيف رياكشن تبعه، وما شفنا كمان الواتش او ايده. خلينا نشوف البروديوسر على ال ايه التفاصيل المملة عنك. موجود ألا موجودة؟ يعني كان الجواب موجود. هلا عم شوفك طلبتك كباية مي طلبت اول ما بلشنا. بس عادة قديش معدل الشخص اللي بيطلع على التلفزيون؟ كلنا بنتوتر وانت طالعة يمكن على التلفزيون هذا فيه توتر، قديش ممكن الشخص يشرب مي؟ هلا بكل خطابات او حتى على التلفزيون لما تكون عم تحكي تمك بتجفف، اوكي، بيصير دراي. هيدا الشيء كثير ناتشرال، وخاصه اول ما تبلش مقابله بتكون موتر شوي وبتاخذ هيدي، بس مش يعني شوي شوي بتاخذ، مش كلها. الشغله انه دوله الرئيس سعد الحريري كثير معود على المقابلات، وما فينا نقول موتر لانه على طول بيطلع على بالضبط. فينا نشوف المشهد. ولغية الانتخابات برايك مي لو سمحتوا رح اعطيك كبيتي انا ما دقرتها دوله الرئيس. بتقطعين انطري شوي بضطر اقطع. اوكي، هلا في شغلتين. وحده ديهايدريشن، يعني عن جد انه رجال كثير ناقصه مي بجسمه، بس ما شفنا مثلا في عرق او متضايق او شيء من هالنوع. سو هيدي نقيمه. الشغله الثانيه هي من اعراض ستريس. اوكي، كل ما تكون ستريس كل ما يشفى يصير جيف اكثر تمك، كل ما تصير بدك اكثر مي. سو هون بنحس ستريس كثير قوي عنده مخارج الحروف وعالي كثير ستريس عنده مخارج الحروف. هلا اوكي، هو دائما عنده طريقه كيف بيحكي فيها، سو ما في كثير نعلق على هالشغله غير اوكي نشوف. بدك نشوف اوكي. انا بدي اقول لك شغله، انا بمرحله تامل يعني وما بدي اشوش على نفسي. ففي بعض الناس عم بحكيهم اللي بقدر، وعم بكون عم بشتغل كتير يعني صراحة. أنا عم بكون في عندي اجتماعات وهيك. الأمل فضل. الأمل موجود، الحلم، حلم الشباب، حلم الشباب والشابات اللي نزلوا ب 14 أذار 2005 مثل ما كان بدهم يشوفوا لبنان دولة مدنية. سعد الحريري حيرجع على بلده اللي قدمه رفيق الحريري، بقدمه سعد الحريري.
بس أنا كل همي إنه لبنان ما يقدمه. يوم الجمعة كان في غدا عند الملك فهد الله يغفر له، فنحن وطالعين بيمسكني الملك سلمان من إيدي قال لي شو صاير عربجي بتعمل مشاكل بالطرقات. بعتقد المشاهدين شافوا يعني في فرق واضح، ايه نبرة فرق الصوت، بالضحكة بنبرة الصوت، بالارتياح بالمقابلة، بالوقت يلي الأحرف شوي عم تطلع تقيلة من تمه، منه مرتاح مع مرسال غانم، كان مرتاح جدا بمقابلته، قال كذا مرة لمحاورته بالاسم يا بولا يا بولا يا بولا 3-4 مرات. هذا شو بيعني؟ مثل كأنه عم بينبهها أنه خليني أنا مشي الأمور، أنه أنت ما بتعرف شيء يمكن شو عم بيصير ما بعرف، بس أنا بدي أقول شغلة عن نبرة الصوت. نبرة الصوت الشخص لما بيحكي بطريقة كتير على مهله هون بيفرجي أو تعبان أو ديبرست، يعني مستيء، يعني وضعه النفسي صعب ونازل، اوكي نعم. مش انه مبسوط، لما تكون مبسوط بتحكي اسرع، بتبتسم اكثر، هون يعني بتحسي غابت روح القائد بهيدي المقابله. بينما باللقاء مع مرسال غانم اللي تشوفي الحكي كيف عم يتوجه للشباب يلي موالين له او يلي بيشجعوه او يلي معه سياسيا، فعم يحكي بهالطريقه وهو مرتاح جدا. طيب حتى البسمه، ما في بسمه، الصدمه الايجابيه اللي حكي عنها واللي كررها ما بتنعكس على الشخص لما بيكون هو عامل صدمة إيجابية، ما بصير نشوفه هو إيجابي أقل له؟ أوكي. أوكي أكيد 100% إذا أنت إيجابي وأخذ الأشياء بطريقة إيجابية، يعني عم تشوف الأشياء بطريقة إيجابية، أكيد حتبين إيجابي نفسياً، مش حتبين مثل حدا بيتن، يعني حدا انتصر عليك أو طريقة الحكي تبعيته بتفرجي أنه عن جد شخص منه إيجابي، عم بيقول أنا إيجابي كتير، نعم. بس اللي عم يعمله، مترجعنا على قصة البودي لانجوج والكلام اللي عم بيقوله، ما عم يتناسق مع الكلام والبودي لانجوج، ما عم يتناسقوا سوا، وهون عم يفرجي فيه قلة مستقية. طيب يعني بمحل معين لما رجع برر من بعد ما رجع على الهواء أنه بيّن شخص على الكاميرا وحامل ورقة بيضة، هلأ رح يشوفوا المشاهدين، أكيد شفوها، بس رح نشوفها شوي يمكن مركزين عليها أكتر. إذا بتحسي كان على طول عم يتطلع بهذا الشخص وعمل له حركة بإيده هيك أنه لا ما تعطيني الورقة، وإن شاء الله منكمل مع بعض جميعا. أيضا خلينا نقول دكتور الرئيس أنه كل الأطراف اللبنانية يمكن بدها تسمع كلمة منك اليوم ليعرفوا بأي اتجاه لازم يتوجهوا. يمكن الشباب لاحظتوا على الكاميرا طلع حدا من الشباب كانوا ممثلين، يمكن فبدوا ينبهوني على هذا الموضوع. اوكي هون عم نشوف العيون اكثر شيء اللي عملوا الاكشن، عيون لما ضيعوا عن كل المقابله هون بالضبط كثير ناس يعني بلشوا خلص انه عرفنا هلا شو عم بيصير. عيونه لما يفتحوا يعني في سربرايز، في نوع من الدهشه، اوكي في شيء منه متوقع وصار قدامه. سو هيدي كثير مهمه انه طلع عليها. اوكي يمكن السبب يكون كثير هين، ويمكن يقول لك انه لا شخص من عنده عم يعطيه معلومات، اوكي فاين، بس هيدي الطريقه منه متوقعه، كان دهشة، أوكي، وحتى وقف. بس أنا مستغربة كيف البروديوسر خلى الكاميرا عليه، هيدي هي بس عم تدهشني. لاحظتي خلال اللقاء حكي مرتين وثلاثة أو لمح إلى الموت والخوف من الموت والخوف على حياته والخوف على حياة عائلته، بس لاحظناها بطريقة شوي غامضة، يعني خلتنا أنه نحس أو نتساءل أنه طيب هالشخص مفروض هلأ بوضعه يكون بالأمان، ليش بده هالقد يكون عتلين هم؟ وقال لمحاورته انه اسمحي لي في عائلتي بتدق، في ولادي بتدق. جانا على المسجز، جانا على الرساله اللي عم يجرب يمرقها، اوكي هذا البريدجينج، عم يجرب يمرق رسالات يمكن تكون انسنت، تكون ما فيها شيء وراها، بس كمان بذات الوقت عم بيمرق رسائل. اوكي في وحده رساله ثانيه كمان، هي لما حتى اتذكرها هلا شو كان وقتها، طريقته كيف ماسك الجلاس اوف ووتر، اوكي دائما ماسكها. نعم. لما تمسك شيء انت عم تعمل خطاب او عم تحكي مع الاشخاص مثلا مقابله اعلاميه، هون يعني بدك تمسك شيء حتى تحس بكمفورت، حتى تحس بامان، اوكي بطمانينه. بذات الوقت كمان بتلاحظوا
الألم كان عم يعمل له هيك كل الوقت عم يبرمه، هيدي فيدلينج بنسميها. يلي هي بدك شيء تمسكه تتحس بأمان لأنك أنت الستريس. متوتر 100%. طيب في شغلتين هني فاكتس أو هني وقائع طول بيصيروا مع الشيخ سعد الحريري واللي كل المحيطين فيه والمقربين منه بيعرفوه. أول شغلة للسعودية هو على طول عنده المرافقة أو الأمن هني سعوديين من 2005 لليوم، والموكب والعسكر والضباط هني جنسيتهم سعوديين، وموكبه بالسعودية يكاد يكون أكبر من موكبه بلبنان. فامبارح كمان صار في مرق على الهواء وقت اللي بولا قالت انه انا ما شفت حدا، علما انه عطول العاده اللي بتصير بالسعوديه من 2005 لليوم 2017 هو عطول موكبه ومرافقينه من السعوديين. الشغله الثانيه كمان بس يعمل مقابله الشيخ سعد الحريري عطول مين ما كان المحاور تبعه او الاشخاص اللي معه بيستبقيهم على العشاء. امبارح بس خلصت المقابله بعد 10 دقائق بولا يعقوبيان كانت مع عمرو اديب على احدى المحطات على التليفون وقالت له انا رح اوصل على الاوتيل، مع انه قالت انه اخذت عشاء معه هلا سمعت هلأ. على ال بي سي بس امبارح مع عمرو اديب من بعد اللقاء بشوي قالت له انا رح اوصل على الاوتيل. ما بعرف اذا هي قالت بتكون يمكن ما كمان هي ما وضحت هيدي النقطه. طيب شو بعد بنقدر نقول عن هيدي المقابله شيء ما حكينا عنه غير انه في تعاطف بلبنان مخيف جدا، غير انه الناس حاسه اليوم انه كلها سوا وجبتها توقف مع رئيس حكومتها؟ أتقل لك شو نحن صرنا عم نعمل زيت الشيء. طيب إذا بدي أعمل كونكلوزيون أنا وياك عامة كيف شفتي لرئيس الحكومة؟ كونكلوزيون عام. أول شيء كتير كتير تعبان. نعم. تاني شيء مخنوق، لاحظت كم مرة عم يعمل هيك برقبته، هلأ يمكن هي إتصاد كليك كليك عنده يمكن بيعملها هيك بس عم نشوفها بكل المواقع. اوكي لاحظتها مرتين انا عم يعمل هيك لقدام. هيدي مخنوق. اوكي يمكن الصوت اللي لابسه خانقه بس الشخص ما انه مرتاح، الشخص عم يحكي اشياء وعم يعني شيء ثاني. الشخص عم لما يكون مرتاح بتشوف كيف حركه الايدين حتى حركه الوجه، ولما يكون متضايق او عم يقول شغله يمكن ما بده يقولها او ما انه مقتنع فيها بيستعمل الايد الثاني. في شغله كمان ثانيه انه يلا شو كنت بدي اقول رح اختم انا وياك بشغله واحده اللي هي الكونكلوزيون اللي هي النهايه اذا فينا بس نحطها لما قالت له بولا انه نحن خلص وقتنا وخلصت المقابله. هيدي كثير بهمني انه نمرقها ونختم فيها وتكون هيدي اخر سؤال. اوكي فيني فينا نشوفها فيني اقول شغله قبل ما نبلشها. لما قالت له بريك انتم لاحظتوا البسمه يلي طلعت لي ما شفناها لصرنا ثلاث اسابيع ما شفناها هالبسمه، سو هون كمان هيدي مهمه نفكر فيها. نشوف اخر واحد. أوكي. اخر مشهد نحن يعني للأسف انتهى وقتنا دوت الرئيس بهذا اللقاء اللي يعني فينا نقول انه هذا اللقاء تاريخي. هيدي النهدي هيدي التنهد النفس العميق العميق وكأنه عم يختنق الشخص 100% مثل كأنه حاطط شيء على ظهره تقيل تقيل ونزله خلص. على الأرض وخي وخلصنا. نعم. مثل كأنه شيء عن جد ما بده يعمله أو شيء مش حابب يعمله ونجبر يمكن ما بعرف ما في كمان يكون اكزاكت بس المهم انه الشخص منه مرتاح متوتر وتعبان وان شاء الله يرجع بسلامه. هلا انا صدقت لما قال حنرجع حارجع قريبا بس ما بعرف امتى لانه لما قالت يومين ثلاثه او اربع ايام ان شاء الله خلال ايام هذا المتوقع. انا بشكر كثير سونيا صباح ونحن اكيد كلنا شايفين وضع رئيس حكومتنا ولكن كان لابد ما انه نحلل الليله هذا الموضوع. واليوم بعتقد مطلوب منا كلنا كلبنانيين انه ندعم موقف رئيس الجمهوريه العماد ميشيل عون يلي صار يمكن جمع اللبنانيه حول رئيس حكومتهم وكلنا حطينا خلافاتنا السياسيه على جنب، كلنا ناطرين الشيخ سعد الحريري يرجع على بلده لبنان لحتى يقعد على طاوله وحده مع الكل لحتى نطلع من هيدي الازمه اللي عاده ما بيحملها لبنان. بس وجود الوعي الواضح عند كل الأطراف وخاصة خطوات رئيس الجمهورية اللي سابق الكل بخطوة لقدام ولازم على الأكيد يروح على مجلس الأمن إذا ضل الوضع هيك رح تخلينا كل هالخطوات كلنا نحط حقدنا نحط خلافاتنا السياسية على جنب وما نركز إلا على رجعة سعد الحريري على بلده. بعدين لك الحادث حديث. هلا أنا عرفت كيف الطريقة إنه الإنسان يرتاح بلبنان، لازم يفل منه بيصير يحس لبنان فظيع. وشو بدك ما قله غير بلده الواحد.